شكرا على الاستضافه، كنشكر الاخ مصطفى والاخ وجيل اللي في لابليس الكترونيه. بالنسبه للاثمنه ديال كاين مطيشات الاخ مصطفى 4 دراهم، بالنسبه للبصله هذه 3 دراهم، بالنسبه للبطاطا اللي غاليه شويه الاثمنه ديالها شويه مرتفعه عليه 7 دراهم، كاين واحد الماركه واحده اخرى 6 دراهم، هذه ماركه زوينه 7 دراهم، كاين واحد الماركه واحده اخرى جابها. بالنسبه للخزو كاين 3 دراهم، كاين واحد الماركه واحده اخرى سوبر على هذا 4 دراهم، كاينه البصله 50 ريال 2 دراهم ونص، بالنسبه للدجاج 4 دراهم، والفلفلات هي كذلك 4 دراهم، الحامض هو شويه ثمن غالي شويه 10 دراهم، حامض ممتاز من النوع الممتاز. شو اخ مصطفى حامض ممتاز. السلام عليكم اخويا، دابا معنا السوق النموذجي مدينه عين الشيك. هانتوما اخوتي، طاطا مليحه 6 دراهم، مطيشه ب 80 ريال، قرقع هاي 80 ريال، خيار مليح 100 درهم، فلفله ودنجال مليح 4 دراهم، تمام مزيان. الاثمنه خويا 4 دراهم خويا، الفلفله ودنجال تمام مزيانين اخويا العزيز. خيزو مليح، الموس كاش خيزو ب 4 دراهم المليح، خيزو مليح ب 4 دراهم، كورجيت اخويا هاي مليحه 8 دراهم، الشفرجل مليح 8 دراهم مليح، اللوبيا شعرة 100 درهم، الفيتات ملاح هانتوما ولات تتباع ب 800 درهم، دار لي 7 درهم، يعني الخضرة في المتناول ديال المواطن. قرعة مليحة خويا حمراء، قرعة مليحة ب 160، قرعة اللوز مرحبا بكم اخوتي، خضرة رخيصة. اجي لي المحل هنا يوقف لي. شكرا السي مصطفى وشكرا بيل بريس على هذه الاستضافة هذه اللي جات غير فجأة بعد دخولي للسوق النموذجي، تلاقيت بالاخ مصطفى وانا معاه دابا على المباشر، وشفنا الاخوان تبارك الله خدامين على رؤوسهم، اثمنه جد مناسبه والحمد لله راسها. وشكرا سي مصطفى على هذا البث هذا، بلا ما نطول لان كل شيء باين وكل شيء، درنا واحد جوله مع هاد الاخوان هذه. معاناه ديال هاد الناس هادو اللي كانوا يبيعوا في الشارع، وكانت تجي واحد يعني الصورة كانت شوية سيئة، الآن يعني كنشوفوهم السوق، كيفاش لقيتوها أنتم الحمد لله هذه خطوة كبيرة تحسب لهذا المجلس هذا، وتحسب للسلطة المحلية برئاسة السيد الباشا والسادة القياد والمجلس الجماعي لعين عتيق اللي دار واحد طفرة نوعية، خصوصا في هذه القضية ديال احتلال الملك العمومي. كنا تنعانيو وشو دابا الحمد لله الشارع العام اللي تحرر، ولا الانسان تيبلاصي على خاطره، السوق في حلة جديدة، الباعة الجائلين كانوا تيبيعوا هما كلهم خوف على الرزق ديالهم، الان راه تيبيعوا هما في اجواء ممتازه، مدرقين على الشتاء على البرد على، والاجواء جميله كما تتشوفوا كما تلاحظوا. نتمنى من السي مصطفى انه يعطينا الصوره كامله للسوق النموذجي اللي صراحه انا كمستشار جماعي وتنمثل هالدائره، فهذا فخر لي يحسب لي كي بقيت كي مشيت، كنت من الاوائل اللي كانت يدافعوا على هذا السوق هذا باش يكون في هذه المنطقه هذه، والحمد لله. ونتمنى وان شاء الله تضافوا الجهود يكونوا اسواق اخرى بمدينه عين عتيق، وهذا راه مكسب لمدينه عين عتيق. اثمنة عندنا اثمنة مزيانة، بالنسبة للدنجال كنبيعو ب 4 دراهم، فلفلة 4 دراهم، مطيشة 4 دراهم، خيزو بالسيريال، خيار وفقوس 120، اثمنة مزيانة، الحامض 140، 140، حلوة راه هي 140، اللوبيا 6 دراهم، يعني اثمنة مزيانة، وتينوضو تينوضو الناس يعني ما عارف والو. يلا بديتو في السوق. ما كملناش تقريبا حتى عشر أيام والحمد لله. الحمد لله بخير وعلى خير، من كذا هذا فضل من الله، وكنشكروا السلطات يعني اللي تعاونوا معنا وتكرفسوا معنا، يعني كنشكرهم بزاف. واثمنة عندنا مزيانه ديال الجميع ديال الجميع، وعندنا سيكيريتي، وعندنا الحمد لله الكاميرا، شو الكاميرا ترى عندنا 22 كاميرا، يعني مأمنين الناس مأمنين، يعني واخا يجي عندنا بنادم هنايا ولا شي حاجه حتى حاجه ما تقيسو، يعني يدخل مأمن ما كاين حتى شي حاجه، ولا بغى يجي يشوف يشوف. بالنسبه للخضر اثمنه مزيانه، الديسير اثمنه مزيانه، تعال تعال لي الديسير، تعال لي الديسير شوف لي، دلع 80 مليح، 14 كيلو الفوق الوزن، عاوتاني راه شو الديسير المسائل كلشي مزيانه،
بيض بلدي كلشي كاين. كلشي عند السوق كامل. جايز مولات البرا كاينه هي سيده عندها اللبن كاين كلشي. كلشي الحمد لله. المتطلبات كاينه. كلشي الحمد لله كاين. الناس غادي يجيب غير القفه ديالها. يجي وتقدا. والجيب ديالو عارف. الحمد لله ويجي الحمد لله ما يكون خير. الحمد لله السوق النموذجيات بالنسبه للساكنه راه كيشوفوا السوق. بالنسبه للنظافه راه كاينه النظافه 100% وبالنسبه للامن 100% بزاف لواحد الدرجه كبيره. وبالنسبه للناس ديال الساكنه ديال عين عتيق راه تيجيو لهنايا راه كاين اقبال. بالنسبه للاثمنه مناسبه بالنسبه للبيع والشرايه كيديروا واحد الثمن مناسب. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.